مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المواجهه اكون مع حضراتكم على مدار ساعتين من الان. انا لما جبريل لازم اول حاجه طبعا نبارك للنادي الاهلي بحصوله على برونزيه كاس العالم للانديه. حقيقة انه هذه البرونزيه يعني اخر مره كانت 2006، فطبعا الف مبروك لهذا الجيل، جيل جديد بيكتب تاريخ جديد للنادي العريق النادي الاهلي المصري. طبعا الشناوي يعني مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه بكل ما تحملها الكلمه من معنى، وشال وكان حقيقه سند حقيقي لهذه الفرقه. ولكن الجدير بالذكر انه يمكن قبل ما ادخل كنت كده بتصفح على السوشيال ميديا تحديدا تويتر، الاهلي ترندنج طبعا، بس حقيقه مروان محسن عامل ترند اعلى من الاهلي، ويمكن في غضب كبير جدا من جماهير الاهلي وجماهير المصريه. طبعا بدون دخول في فنيات، ولكن الف مبروك لنادي الاهلي، دايما مفرح عشاقه في كل العالم العربي وطبعا مصر. الف مبروك لهذا النادي ولهذا الجيل اللي حصد البرونزيه للنادي الاهلي بعد 2006. كان تاريخ، كان جيل عظيم الحقيقه، ابو تريكه ومتعب وبركات، ومرة تانية بنحصدها ونتمنى يكون دايما كده الأهلي مفرحنا يا رب. ألف مبروك. خلونا نبدأ بأهم الأخبار وفقراتنا النهاردة. الأولى لقاء بيتجدد مع العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هنتكلم طبعا حديث وقراءة متعمقة في نتائج وأهداف الحوار الوطني الفلسطيني طبعا عقد بالقاهرة هذا الأسبوع. كمان نتطرق للملف اللبناني، مدى وهل نجاح الحريري بتأليف حكومة وفق المعايير اللي وضعها مسبقا بعد حصوله على دعم عربي دولي. والحقيقة لسه الحريري بيخوض جولات للدعم والحشد الدولي لتشكيل هذه الحكومة بعد مرور أكثر داخلين على 60 يوم من وضع هذه المهمة في يد الشيخ الحريري. أما فقرتنا الأخيرة هنفتح ملف هام جدا، وهو ملف أسواق الإنترنت المظلمة أو الدارك ويب. دي مواقع متخصصة في تجارة السلع والخدمات غير المشروعة أو غير القانونية. بنتكلم عن مخدرات، وبنتكلم عن أسلحة، وبنتكلم عن أرقام كريدت كاردز، وبنتكلم عن اشتراكات نتفليكس مدى الحياة ممكن تبقى بستة دولار. بنتكلم عن أي شيء، منتجات وسلع غير أصلية، أي شيء ممنوع موجود في الدارك ويبس. هو عالم موازي، هو عالم كبير على الناحية التانية من التعاملات الطبيعية للإنترنت. العملة اللي بيتم استخدامها في هذا العالم أو الدارك ويب هي الباتكوين، بتبقى عملة مشفرة، ودي كمان قصة وحدوتة كبيرة جداً. الحقيقة إن احنا اخترنا الحديث عن هذا الأمر، خلوني أقول لحضراتكم، طبعاً له تهديد لأمن وسرية بيانات الأفراد، ده بعد ما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع أداة التعاملات على مواقع الإنترنت المظلم وصلت لمليار ونص دولار في هذا أو في هذه 2020 مقارنة بالعام اللي قبله. طبعا ده غير قيمة الباتكوين اللي ارتفعت في 2020 ل 40,000 دولار. حقيقة انه في ناس بتشوف انه ده اصل امن. هنتكلم عن هذه التفاصيل، عن الدارك ويبز، عن قد ايه هي ممكن تشكل، هل هتشكل اصلا خطوره على شكل الاقتصاد العالمي بشكل او باخر. والباتكوين ده طبعا قصه كبيره جدا، هيكون ضيوفنا في هذه الفقره مهندس مصطفى ابو جمره خبير امن المعلومات، والدكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري الدولي. خلونا نبدا بابرز الاخبار النهارده. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء السعودي، ونقل الدكتور عصام بن سعيد رساله للرئيس السيسي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عدد من الموضوعات، موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التاكيد على عمق العلاقات التاريخيه التي تجمع بين البلدين، وكذلك حرص المملكه على تعزيز اطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الاصعده. ايضا مستقبل الرئيس الرئيس السيسي وبشر الخصوانة وهو رئيس الوزراء الأردني، اللي أعرب عن حرص الأردن على تنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا. نتابع هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للسيد الرئيس، معرباً عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدا سيادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الأردن، وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات سواء ثنائيا أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، لا سيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة. كما تم التطرق إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق المصري الأردني في هذا الإطار، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية في 8 فبراير الجاري، حيث تم تأكيد أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد عصام بن سعيد نقل رسالة للسيد الرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. وقد تم التوافق خلال هذا اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي. نستقبل عبر الهاتف الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. لقاءات هامة يا دكتور للرئيس السيسي، من استقبل الرئيس اليوم الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ورئيس الوزراء الأردني.
الحقيقة في هذا التوقيت هناك الكثير الذي يجرى في المشهد العربي، إذا كان على نطاق السياسي أو حتى النطاقات الأخرى، برأيك ما أبرز أو أهم مدار في هذه الزيارات؟ ولو نبدأ بزيارة الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي برأيك. يعني هناك عدد من المحددات الحكمة للزيارات التي تأتي إلى القاهرة أو الزيارات التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية أو السيد وزير الخارجية لعدد من العواصم العربية. أولا هناك إدراك من جانب القاهرة بأهمية الضلاع والقيام بدور محوري في العديد من القضايا وتعزيز العلاقات بشكل أكبر مع الحلفاء. هنا أتحدث عن المملكة العربية السعودية، عن دولة الإمارات، عن المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل بالفعل تحديات كبيرة. وبالتالي نحن نتحدث عن العلاقات المصرية السعودية على سبيل المثال، وهي التي تتمتع بخصوصية استراتيجية. مصر، الإمارات، الأردن، السعودية، نحن نتحدث عن مربع استراتيجي رئيسي يستطيع أن هو يدعم من مسألة العمل العربي المشترك، عن تنسيق المكثف مع القاهرة إزاج مختلف القضايا الإقليمية، التحاور مع القوة الدولية. وما نيجي نشوف الزيارة مع السعودية بتتزامن أيضا مع تحركات يقوم بها السيد وزير الخارجية في سياق حوار عربي أوروبي متوسطي يرتبط بملف شرق المتوسط. هناك أيضا تعزيز بشكل كبير للعلاقات المصرية الأردنية بما يؤدي إلى زحزحة وتحريك الجمود في عملية السلام، لا سيما في ظل إدارة أمريكية جديدة. هناك أيضا اطلاع بدعم التعاون سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون المتعدد الأطراف، على سبيل المثال مع العراق، التعاون المصري الأردني العراقي، نعم، في مجال تعزيز أمن الطاقة، في مجال مكافحة الإرهاب، مواجهة الفكر المتطرف. الدول الثلاث عانوا ولا زالوا بيعانوا من تهديدات التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود رغم الضربات المؤلمة التي تعرضت لها تلك التنظيمات من جراء التنسيق الأمني والاستخباراتي ما بين الدول الثلاث وما بين أطر أخرى. هناك أيضا التعزيز العلاقات من جانب مصر مع بعض الدول العربية لأهمية مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة، وأبرز على سبيل المثال دعم مصر لما يجري في انتخاب سلطة ليبية تنفيذية جديدة. يمكن لهذه النقاط كلها دكتور بالفعل ذكرت في بداية الحديث أنه هناك الكثير الذي يجرى في المشهد العربي، وطرف أصيل في وداعم الحقيقة لكل هذه التحركات هو الطرف المصري. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نتحول لخبر آخر متعلق بالجمارك المصري، وفي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمسألة تقليص زمن الإفراج الجمركي، أعتقد أنه دي كانت من أكبر الهموم فيما يتعلق بالبضائع اللي موجودة، أو تقليص الزمن أنه يتم الإفراج عن بعض البضائع في الجمارك المصرية. ده طبعا بيضمن تخفيض أسعار السلع، والحقيقة لما تنزل الأسواق المحلية بشكل أكثر تحديدا. خليني أقول لحضراتكم، وزير المالية دكتور محمد معيط عقد اليوم بلجنة متابعة المراكز اللوجستية، وأكد الوزير أن المشروع القومي لتحديث ومكانة منظومة الإدارة الجمركية يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة أو الشباك الواحد في الجمارك. طبعا هنا دي مسألة هامة جدا لتبسيط الإجراءات، ده هيساعد في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار. الأهم كمان خفض أسعار السلع والخدمات، لما أفرج عن البضائع بشكل أسرع لما يكون عندي شباك واحد، المستورد هيقلل من دفع الغرامات والأرضيات، وبالتالي ده هينعكس على سعر السلعة لما تنزل السوق. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، نفهم أكتر هذه القرارات. يا دكتور برحب بحضرتك.
اهلا بحضرتك. ايه اهميه العمل والشغل اللي بيحصل دلوقتي لتقليل زمن الافراج الجمركي في اي مسارات حضراتكم شغالين؟ انت الحقيقه في السرد بتاع سياسه تقريبا يعني اوجدت كل الفكره المطروحه. الهدف من تدوير المراكز المنسيه ان دي اماكن بيبقى فيها تجميع قواعد بيانات كامله لكل الجهات المعنيه بمنظومه التجاره الدوليه. كنا بنتكلم عن جمارك او هيئه الرقابه على الصادرات والايرادات او اجهزه امنيه او هيئه سلامه الغذاء او شركات خزنه، كل دول شركاء في الافراج عن الواردات وعن الصادرات اللي هي منظومه حركه التجاره الدوليه. لما تبقى هناك مراكز لوجستيه فيها ربط الكتروني بتتضمن ربط الكتروني لكل هذه الجهات، العمل يتم على وجه السرعه، يتم على وجه الدقه، ما ياخدش وقت في اتمام الاجراءات بتاعتنا كل جهه فيما يخصها، وبالتالي ينعكس ده على زمن الافراج كله. ده المراكز الثانيه. هناك بقى منظومه الشباك الواحد او منظومه نافذه. دي منظومه يعني بتشتمل على منصه الكترونيه، هذه المنصه الالكترونيه كلنا بنحط عليها قواعد البيانات بتاعتها، وكل جهه بتاخد البيان او المعلومه بتاعتها بتدع المعلومه او تسحب المعلومه هي عايزاها وتاخدها اونلاين. يعني الشغل كله المفروض يتم جاست ان تايم. شغل حضراتكم يا دكتور ولا شغل المستثمر؟ لا، ده شغل الجمارك المصريه. اوكي. نعم. بالاشتراك مع كل الجهات المعنيه، هيئه الرقابه على الصادرات والايرادات، وزاره التجاره، هيئه سلامه الغذاء، كل الجهات المعنيه دي هو دي اللي احنا بنحط فيها المستورد او المستثمر او المنتج المصنع العادي مش المستثمر، بنحطه في المنظومه الالكترونيه دي ونطلب منه انه ياخد رقم تعريفي في نظام الاي سي اي اللي هو نظام المعلومات المصدقه، علشان نتمم له الاجراءات بتاعتنا كلها عبر منظومه المخاطر اللي احنا ما كناش بنشتغل بيها بشكل كلي. بيشتغل بيها دلوقتي بالمخاطر، وبالتالي بنخلص كل اجراءاتنا قبل ما البضاعه توصل للمواني المصريه. بمجرد ما تصل البضايع المواني المصريه بنقول له اتفضل اقفل. إذا كانت البضاعة محتاجة إن أنا أسحب عينة علشان سلامة الغذاء أو عشان هيئة الرقابة على الصادرات والإيرادات أو مصلحة الكيمياء أو وات ايفر، فعلى طول بنبعتها للجهة والجهة بتشتغل أيضا بالمخاطر. غير الأول كنا بنكشف كل الحاويات، كنا بنفحص كل الحاويات، وبالتالي كثير من الأصناف بتطلع مطابقة للمواصفات. طب أنا بس عايز أستفهم من حضرتك على نقطة، إزاي الوقت بتاع التفتيش البضائع أيا كانت لما توصل على الأراضي المصرية هتقل؟ لأني أعتقد إنه التوقيت اللي كان بيتم فيه عملية التفتيش أو الاختبار هذه البضائع ده اللي كان بيأجل أو بيأخر البضائع ووجودها على الأرض المصرية أو المواني المصرية، ومن ثم كان بيسبب التكدس في بعض الأحيان للشحنات. الوقت ده هيقل إزاي يا فندم؟ وأنا قريت في حاجة اسمها عبر المسار الأخضر، يعني إيه دكتور؟ بص يا فندم، لحضرتك ده كلام 100%، بمعنى انه انا وفقا للمثل اللي احنا بنتكلم عليه لا تضع البيض كله في سله واحده. نعم. بمعنى انه ما ينفعش اتعامل مع 30 او 35,000 مستورد على انهم كلهم بضايعهم تنطوي على مخاطر. لا، لازم اصنف، لازم يبقى عندي قائمه بيضاء بكل المستوردين او المتعاملين اللي هم ما لم يتم او لم يمارسوا اي مخالفات من اي نوع، وبالتالي ده ابقى مطمن له سواء كنت انا او هيئه الرقابه على الصادرات والايرادات او هيئه سلامه الغذاء او الجهات المعنيه الاخرى، ان احنا نطمئن ان البضائع بتاعته ممكن كل 7-8 رسائل انزل حاويه او انزل رساله وابص عليها واشوفها واطمئن. لكن ما ينفعش ان يبقى عنده 30 رساله في السنه وال30 رساله بفحصهم انا وبفحصهم الواردات ويطلعوا سلام وما فيهمش مشاكل واتمم نفس عليها نفس الاجراءات. طبعا نظام ديمقراطي العالم كله تكلم عنه، احنا دلوقتي بنفكر في حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه اني اشتغل بنظام المخاطر، الحاجه الثانيه ان اطبقها قبل ما البضاعه تطلع من الميناء بتاعتها، ميناء التصدير، وتكون في عرض البحر.
يبقى انا ما عنديش، ما ضيعتش وقت ابدا للبضاعه عند تواجدها واخد قرار انها توصل اراضي المصريه او من عدمه او لا يعني بدري. وناخد بالظبط هو ده الاي سي اي بقى، ده الجزء الاول من المخاطر الاوليه يا فندم. ان انا باخد قرار بانه المستورد لو وهمي يبقى هقول له ما تشحنش، البضاعه لو مقصوره اقول له ما تشحنش، المصدر لو من اللي هم الموجودين في قائمه عدم التعامل مع مصر اقول له ما تشحنش، يبقى البضاعه ما تجيش وبعدين تتراكم عندي في الموانئ المصريه واقعد ادور على قفول تروح مهمل وتروح رواتب. طب انا عندي سؤال اخير سريع يا دكتور بعد اذنك، هيوفر على الدوله قد ايه؟ لا اولا بصي هتوفر يا فندم مش هيبقى في بضائع مهمل في الموانئ المصريه، ده رقم واحد. مش هيبقى عندي بضاعه تعامل مع مستورد وهمي، مش هيبقى عندي سلعه محظوره وبتعامل معاها وبضيع وقت وفي الاخر بعيد تصديرها او بعدينها. هتوفر زمن الافراز، زمن مهم جدا جدا، الزمن ده كان بيتكلف ارضيات وغرامات لشركات اجنبيه الدوله المصريه ما بتستفادش بيها. فاعتقد كل الكلام ده كله هينعكس على سرعه الافراز، هينعكس على خفض الوقت خفض التكلفه. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. انا دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير الماليه لشؤون الجمارك. خبر آخر، التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأعضاء مجلس النواب الجدد ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك ضمن لقائه مع نواب عن محافظة القاهرة. ووجه المحافظ تحية لأعضاء مجلس النواب لتوليهم مهام المسؤولية في هذه المرحلة، مؤكدا المسؤولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن، وعرض نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من المقترحات والاستفسارات التي تعكس تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وعد محافظ القاهرة باستمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. لسه الحقيقة بنتابع في نفس السياق من أخبار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحقيقة قابل وفد من التنسيقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشاكل اللي بتواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، مدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن. عرض كمان شباب التنسيقية من نواب البرلمان والأعضاء مشاكل مراكزهم وهموم المواطنين، وقدموا بعض المقترحات لتطوير العمل والأسواق. خلونا نستقبل عبر الهاتف أستاذ إيمان الألفي عضو مجلس النواب وأحد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي حضروا لقاء اليوم. سيادة النائبة برحب بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك حضرتي لقاء مع المحافظة الشرقية ولا القاهرة؟ لا الشرقية. الشرقية، أهلا بيكي. طيب يعني إيه أبرز اللي كنتم يعني حاملين به في هذا اللقاء؟ لأنه كما تابعنا أنه حضراتكم كان عندكم رؤى ونقلتم للمحافظ بعض المشاكل والاقتراحات اللي ممكن تطبق في الشرقية. طيب أنا بس عايزة أتكلم حاجة عامة الأول. إحنا كتنسيقية لو حضرتك لاحظتي إحنا ما بنتحركش على مستوى محافظة واحدة، ترتيبات أعضاء التنسيقية دلوقتي بتتحركوا على مستوى المحافظات تقريبا، وتقريبا في فترة قريبة هنغطي جميع محافظات الجمهورية إن شاء الله. هي لأن إحنا خدنا على عاتقنا إن إحنا مش نواب بس دواير، إحنا تقريبا أغلبية الدواير على مستوى الجمهورية مشاكلها قريبة من بعض. عندنا مثلا في الشرقية اتكلمنا عن ملفات الصحة، عن ملفات القمامة، المرور، التكاتك طبعا مشاكلها. التكاتك دي جزء اصيل يا استاذ ايمان. بالظبط بالظبط، ما انا بقول لك هي اغلبيه المشاكل تقريبا هي مشتركه في جميع المحافظات. طبعا الرصف والطرق، الصحه اكدنا على مستشفى الابراهيميه فيها مشاكل كتير، وبالنسبه لنا احنا مثلا كمركز منيا القمح اتكلمنا على ان في مستشفى تكاملي في الطنافين عايزين ندعمها وان هي تاخد الجوده ان شاء الله قريب وتخش من ضمن المستشفيات التكامليه. الطرق والمشروعات متعثره، في مشروعات كثيره متعثره صغيره. هو وعد المحافظ بان هي خلال الفتره القريبه هيتم الانتهاء منها، وده وعد شخصي منه. وخطه الرص سمعنا ان هي في تطوير، والمفروض على المفروض على نص السنه هيكون تم الانتهاء من اكبر جزء، يعني في تاثير في منيا القمح. طبعا منظومه الصحه داخله في التطوير، وحدث ولا حرج بقى في جميع المستشفيات على مستوى الدائره. مش بس يعني مش مستشفى، وعلى فكره هي المستشفى بتاعت منيا القمح ومشتول، يعني احنا عندنا لان احنا دايرتين في بعض. احنا منيا القمح ومشتول هي دايره واحده دلوقتي، فتم التحدث عن المشاكل اللي هنا وهنا، وهي تقريبا واحده برضه. احنا برضه عندنا مشكله برضه رصف الطرق في مشتول،
برضو اتكلمنا عنها. تعملوا جدول زمني بقى يا سياده النائبه مع المحافظ، لان زي ما انت قلتي في لقاءات من شباب التنسيقيه تقريبا بتوازي مع المحافظات كلها، بيبقى في جدول زمني بتتابعوا بعد كده ما تم خلال هذه اللقاءات وما تم تنفيذه على الارض؟ بالظبط. واحنا دلوقتي ما بنتحرك، حتى احنا عندنا نواب محافظين اساسا، عندنا 6 نواب محافظين اعضاء تنسيقيه، بنتحرك مش بس كنواب مجلس الشعب ومجلس شيوخ، احنا معانا اعضاء كمان من التنسيقيه بيتحركوا، لان احنا مش عايزين حتى يبقى لقاء واحد، احنا حتى يعني سياده المحافظ وعدنا بان هي هتبقى لقاءات متعدده وهتتيح لنا الفرصه، منها متابعه، منها الوقوف على بعض المتعثرات اللي احنا نقدر ندفع بيها معاه، لان زي ما احنا قلنا احنا النهارده وقفنا يعني على مشكله مهمه قوي، ان احنا عايزين اللامركزيه. يعني المحافظين بيطالبوا معانا باللامركزيه عشان هو حتى المحافظ يقدر يتحرك، يبقى في حريه في الحركه اكثر. طبعا دي من يعني دي من المشكلات اللي احنا وقفنا عليها. واعتقد انه الامر الايجابي كمان انه حضراتكم من الشباب لامسين الوضع في الشارع، في الارض، في المستشفيات، في الرصيف، في التوك توك، يعني مشاكل حياتيه يوميه، فاعتقد ده امر ايجابي. هي جامه يعني، هي مشاكل حياتيه جامه واحنا كلنا تقريبا عايشينها، لان احنا اغلبيتنا عايش في دوائر بالظبط، مش عايش بعيد عن الدايره. فلامس على ارض الواقع اللي بيحصل ولامس التطور، يعني انا حتى لما اتكلمت مع بعض المشاكل مثلا في يا فندم المنطقه الفلانيه والمنطقه الفلانيه، فهو ضحك كده قلت له لا انا عايشه في البلد. تلاقيكي عارفه الشوارع كمان. فدي المشكله دي فيها مثلا احنا في مشكله مع سكه الحديد كذا وهيتم الانتهاء منها وهيتم عمل بديل وهنبدا نطور في المنطقه دي، فاحنا خدنا النهارده وقوف قطعيه. فالوعود دي ان شاء الله هنتابعها على ارض الواقع الفتره الجايه، واحنا هنتابعها معاك يا فندم كمان في الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا. انا نائبه ايمان الالفي، عضو مجلس النواب واحد نواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين اللي حضروا طبعا او ضمن الوفد اللي حضر لقاء مع محافظ الشرقيه. نروح للصعيد تحديدا منظومه التامين الصحي. الدكتور احمد السبكي عقد، وهو طبعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عقد اجتماع مع قيادات ومديري فرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، تاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. خلال الاجتماع وجه الدكتور أحمد سبكي بضرورة المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر للاطمئنان على جودة سير العمل بالمنشآت. خلونا احنا كمان نعرف أين وصل الأمر في الأقصر. معنا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل العربي المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل تحديدا بمحافظة الأقصر. يا دكتور برحب بحضرتك. برحب بحضرتك يا أستاذ لب، مساء الخير. أهلا بك يا فندم. إلى أين وصلت الأمور في الأقصر يا فندم فيما يتعلق طبعا بتنظيم أو تطبيق المنظومة؟ برحب بحضرتك ثاني. والنهاردة الدكتور أحمد السبكي عقد معنا اجتماع، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عمل اجتماع مع قيادات مديري فرع الهيئة فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بمقر هيئة الرعاية في القاهرة. الاجتماع ده كان عقب زيارتنا الميدانية لمحافظة بورسعيد. محافظة بورسعيد أول محافظة يطبق فيها التأمين الصحي الشامل، ومحافظة الأقصر ثاني محافظة هيطبق فيها التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة. في البداية الدكتور أحمد السبكي قدم لينا التهنئة والقيادات ومديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية على تولينا المسؤولية والمناصب القيادية بالفرع، واتمنى لنا التوفيق في تحملنا المسؤولية، وأوصانا وشدد علينا بالعمل الجاد نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة لمنتفي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر بأعلى مستويات من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر بما يسهم تحقيق أهداف رؤية مصر. إيه الاستعدادات بقى يا دكتور بما إن يعني من خلال المتابعة محافظة الأقصر مختلفة تماما عن محافظة بورسعيد، فأكيد في اختلاف الاستعدادات كمان. إحنا ابتدينا بالمحافظة، المحافظة داخل فيها 6 مستشفيات و59 وحدة، تم تسجيل مستشفيتين و16 وحدة صحية. تمام. شدد علينا في الاجتماع بان احنا نحافظ ونشدد على اعلى مستويات خدمه رضا المنتفعين وتحقيق الاهداف الاستراتيجيه لرؤيه 2030 زي ما قلت لحضرتك، وتطبيق احدث نظم الرعايه الصحيه ونماذج العمل وتعزيز الاشكال والتواصل. هل في مشكله في المنشات يا دكتور في الاقصر؟ لانه انا اعلم انه المشكله ممكن تكون في المساحات، المساحات في الاقصر بعيده عن بعضها، المستشفيات بعيده.
هي محافظة الأقصر محافظة مترامية الأطراف، تختلف عن طبيعة محافظة بورسعيد، ولكن هي اتعملت خطة لتغطية جميع المحافظة من الخدمات الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. الناس اللي سجلت قد ايه تقريبا يا دكتور؟ عدد محافظة الأقصر 1.25 مليون نسمة تقريبا، سجل حوالي في المنظومة 800,000 نسمة، وتم فتح ملفات صحية وطبية للمنتفعين. طيب حضراتكم اكيد في المسار انه مستشفيات اكثر تسجل، لان 800,000 نسمه واكيد في ناس لسه هتسجل، في عدد كبير على مستشفيتين. وكم وحده صحيه حضرتك ذكرت؟ 16. احنا سجل حاليا 16 وحده 16. صحيه، لكن ان شاء الله على نهايه الشهر هيكون تقريبا سجل حوالي 40 وحده صحيه. حضراتكم بتتاكدوا من ايه في المستشفيات والوحدات الصحيه حتى بتدخل مع حضراتكم هذه المنظومه في التامين الصحي؟ لانه اكيد مش كله بيكون مستوفي شروط الدخول يعني. الأول بنعمل بنية تحتية عالية المستوى وتقديم ملف طبي عالي المستوى وتقديم وتوفير قوة بشرية ورعاية طبية عالية وتجهيز المستشفى بأعلى الفرش الطبي والغير طبي اللازم للوحدة الصحية أو المركز أو المستشفى. إمتى يا فندم التنفيذ والتعامل مع المستهدفين على الأرض أو الأعداد اللي سجلت فعلا؟ احنا ابتدينا فعلا الشغل على الارض بالمستشفيتين و16 وحده، وان شاء الله زي ما بقول لحضرتك هنسارع بقوه في تسجيل بقيه الوحدات والمستشفيات. ان شاء الله قريبا كل محافظه الاقصر هتكون دخلت المنظومه باذن الله. طب انا سؤالي الاخير، هو الاقصر اول مكان في الصعيد بيتم فيها تطبيق المنظومه، ايه اكبر تحديات حضراتكم بتواجهوها دلوقتي؟ لانه اكيد هيبقى في امثله منها في الصعيد لما يتم تطبيق المنظومه. احنا الأقصر هتبقى نواة انطلاق المنظومة في الصعيد كلها، فاحنا بنجاهد بقوة وان احنا المنظومة تنجح بكل قوة في محافظة الأقصر للوصول لأعلى مستويات الخدمة وأعلى مستويات جودة الخدمة الصحية إن شاء الله، لأن هتبقى انطلاق المنظومة في أسوان وإنا والبحر الأحمر والغداء والسوهاج. طب نتمنى انه ما يكونش في تحديات فعلا. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور إسماعيل العربي المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر. نتابع من الصحة أيضا ولكن بشكل آخر، انتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت وبث البرامج أو البرنامج التدريبي لجائحة كورونا للأطقم الطبية بالهيئة. المنصة أتاحت البرنامج التدريبي لمواجهة كورونا لجميع فئات الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية. أيضا انتهت الهيئة من تدريب 88% من أعضاء الأطقم الطبية بها من مختلف الفئات. خلونا نستقبل عبر الهاتف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني. دكتور برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ال 88% من الأطقم الطبية اللي تم تدريبهم، هل تم تدريبهم على دخول منصة ولا فندم على الهدف أصلا من المنصة وهي التعامل مع جائحة كورونا؟ لا، هي بس في تصريح بسيط للمعلومة أن المنصة مش معمولة فقط للتدريب على الكورونا. أوكي تفضل. المنصة معمولة للتدريب على كل التخصصات الطبية، منهم طبعا الأولوية طبعا للكورونا والعرض البروتوكول العلمي اللي هو تم تأسيسه بواسطة اللجنة العلمية. يعني إيه دكتور كل التخصصات الطبية؟ إزاي بيبقى التعامل أو التدريب شكله إيه من خلال منصة على الإنترنت؟ المنصه على الانترنت بتوفر المحاضرات، يعني احنا عندنا الساده المشرفين على الدورات التدريبيه بيسجل المحاضره او بينزل المحاضره عن طريق الباوربوينت او PDF بتتحمل على المنصه، بيتعمل فيها زي فصول دراسيه، يعني ممكن نعمل دوره تدريبيه لتخصص الجهاز الهضمي، ممكن نعمل دوره تدريبيه لتخصص الاعصاب، ممكن نعمل لطب الاطفال. بيتم تحميل الماده العلميه سواء كانت فيديو او كانت PDF او كان باوربوينت، وبيتعمل على هيئة محاضرات، يعني ممكن محاضرة 1، 2، و3، ثم بيتم تقييم الأطباء تقييمات دورية على المنصة دي برضو. زي ما بقول لحضرتك، هو الأولوية طبعا في الفترة اللي فاتت كلها كانت على التدريب بتاع الكورونا، بس برضو تشمل، احنا عاملين تدريب للصيادلة وتدريب لأطباء الأسنان وتدريب للتمريض على المنصة الإلكترونية. دي إلزامية يا دكتور ولا يعني من يرغب في التدريب؟ حاليا دلوقتي هي مش إلزامية، بس احنا في توجه في الوزارة ان احنا عن طريق المنصة دي ان كل النشاطات العلمية هتبقى إجبارية، والنشاطات العلمية اللي هتخش في الترقيات وفي التطور بتاع الطبيب، لان احنا كده كده في قانون هيبتدي ان هو ينفذ اللي هو تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات ليه متطلبات، هيتم رفع المتطلبات دي على المنصة بحيث ان كل دكتور او كل مقدم خدمة صحية هيبقى ليه يوزر نيم وباسورد يقدر ان هو يخش بيهم
يؤدي التدريبات المطلوبه ويؤدي الاختبارات المطلوبه، بالاضافه ان احنا كمان عاملين يعدي مراحل يعني. بالظبط كده، عاملين اكسس على مراجع علميه كان زمان صعب ان احنا نقدر نوصل لها الا عن طريق اشتراكات ودفع فلوس، دلوقتي مجانيه زي السيفير وزي انسجن اللي هم الاكاديميات العلميه اللي بتنزل المنشورات الطبيه الحديثه تحت ايده في اي وقت، مجرد بس ان هو يعمل يوزر نيم والباسورد، فكل المجلات العلميه وكل الابحاث هتبقى تحت ايده في اي وقت، ودي برضو ميزه احنا بنقدمها عشان نحافظ على المستوى العلمي للاطباء. دكتور، دي طبعا بشكل مجاني تقدم لكل الاطقم الطبيه في مصر. طبعا يا فندم، طبعا طبعا. في بقى في فروقات بين مثلا الاطباء في تخصصات معينه، اطقم التمريض، هل ده موجود؟ طبعاً ده موجود على المنصه؟ بتبقى يعني فصول موجهه للتخصص اللي انا محتاجه، يعني انا لو عايز اعمل دوره في الرعايه المركزه بيبقى موجهه لأطباء الرعاية المركزة اللي بيتم ترشيحهم عن طريق المديريات الحمارة في الاحتياجات التدريبية، وبقدر إن أنا مثلا هجيب حد من السادة المحاضرين هيدي المحاضرات أو مجموعة من المحاضرين بنعمل دورة تدريبية متكاملة، بيبقى جزء اللي هو الأونلاين اللي في الأول بيبقى على المنصة، ثم بيتعمل التطبيقات على رأس العمل أو التدريبات على رأس العمل عشان نضمن رفع كفاءة جميع الفرق الطبية. السؤال الأخير لحضرتك يا دكتور لو تسمح لي، المنصة جاهزة بنسبة كام في المية للاستخدام الكامل من قبل طبعا الأعداد الهائلة في مصر من الأطقم الطبية؟ احنا بدأنا بالفعل استخدام، احنا عندنا دلوقتي وصلنا تقريبا 5500 طبيب ليهم اسم استخدموا كلمة مرور على المنصة، وتم رفع المواد العلمية بالفعل بدأنا استخدامها، يمكن كانت بداية رفع المادة العلمية كانت في شهر 11، وبدأ بالفعل ان احنا في دورات تدريبية تمت على وخلصت خلاص على المنصة. يعني هي جاهزة للاستعمال، هي مجرد بس ان احنا نبتدي ان احنا نحط كل التخصصات عليها، نحط ان احنا الكورسات كلها عليها والناس كلها تشترك عشان الناس كلها تقدر ان احنا نرفع من المستوى، ودي بتسهل لنا الموضوع وتسهل لنا اللوجيستيك تحديدا. اعتقد تبقى اهم كمان في مرحله الاختبارات اللي الوزاره هتكون حريصه طبعاً في الاطقم الطبيه في مصر. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور ايهاب كمال مساعد وزير الصحه للتعليم الطبي المهني. نروح في اطار خبر اخر، وفي اطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ مبادرة توصل بالسلامة لتوعية السائقين في المواقف العمومية والميادين العامة بأضرار تعاطي المخدرات. عملية التوعية بتتم في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين. المبادرة بتلقي ضوء على الخدمات اللي بيقدمها الخط الساخن للصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. المزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. يا دكتور برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضراتكم. أهلا بيك. يمكن توصل بالسلامة وتوعية السائقين، أعتقد ده ملف هام جدا في الداخل المصري، تم مناقشته كثيرا وكثيرا، خطورة السواقة وخطورة بعض المواد اللي بيتم يعني أخذها مواد مخدرة من قبل السائقين بتشكل خطورة كبيرة جدا على السائق وعلى الشارع كله. إيه شغل حضراتكم في هذا الإطار؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي إن إحنا خلال الفترات السابقه قدرنا ان احنا نرصد ان في مشكله كبيره جدا بين السواقين، وفي مفاهيم مغلوطه بيتم الترويج ليها ويتم عن طريقها تعاطي المواد المخدره. الامر اللي ادى ان يكون في لما نزلنا عملنا تحاليل للمخدرات بين السواقين على الطرق السريعه بالتعاون مع الجهات الشريكه سواء كانت طب الشرع او وزاره الصحه او الشرطه، لقينا ان في نسب كبيره جدا موجوده ما بينهم. يعني اخر تقرير كان بيقول ان نسب وصلت حوالي 12% ما بين السائقين اللي كان بيتم اللي هو على الطرق السريعه بيتعاطوا المواد المخدره. معنى كده ان في مشكله، في جاب كبير جدا بين اللي هم فاهمينه وبين ترويج المخدرات، وعشان كده احنا اقترحنا مجموعه من المبادرات في اطار الخطه القوميه لمكافحه الادمان وتعاطي المواد المخدره برعايه الدكتوره نادين القباج. امر على طول الدكتور عمرو عثمان ان احنا نجتمع مع القيادات الشبابيه. للعلم مع حضراتكم ان احنا دايما بنتحرك في اطار مجموعات من الشباب بيتم تدريبهم، بيتم تاهيلهم وتثقيفهم، ووصل عدد المتطوعين المشاركين معنا في الحملات بتاعتنا الى اكثر من 30,000 متطوع. الحقيقه ان حمله توصل بالسلامه حتى الاسم نفسه كان من الاسماء الشاده جدا للسواقين، واحنا بنشتغل معاهم في المواقف، بنشتغل معاهم في الحمله. وزي الصور اللي قدامنا يا فندم، الحمله حضراتكم بتشتغلوا اكتر على الارض مع السائقين بالظبط يا فندم بشكل مباشر. حاولنا قبل كده ان احنا نجمع السواقين ونديلهم محاضرات، ولكن صعب ده ما نفعش وكان صعب جدا، فابتدينا ان احنا نغير من استراتيجيه العمل وننزل في المواقف وننزل على الارض. الحقيقه ان الساده المحافظين عاملين لنا تسهيلات قويه جدا في هذا الامر،
ونروح وابتدينا نروح في كل الاماكن، المواقف العموميه والمواقف الخاصه والمواقف اللي هي الحقيقه دكتور انه هذا ملف صعب، لانه تم الحقيقه اخذ اكثر من مسار للتعامل مع هذا الامر. وصلنا ان احنا بنحلل في اماكن كتير وبندي غرامات او بنسحب رخص، والامر اعتقد النسبه ما انخفضتش بشكل او باخر. هل لقيتوا استجابه يا فندم؟ هل لمستوا استجابه في الشارع؟ الحقيقه ان ده كان فعلا موجود، لان كانت الاستجابه هائله جدا مع 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 بدء الحمله وتنزيلها، وان الشباب هم اللي بيقودوا الحمله ديت. لقينا ان في سواقين كتير جدا بيسالونا، طب احنا عاوزين نتعالج، طب احنا عندنا ناس نعرفها نوديها ازاي، طب احنا نتواصل ازاي مع الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. والحقيقه ان احنا كنا متجاوبين في هذا الامر. والجميل في الموضوع كمان ان بدات الناس تسالنا، هو يا جماعه الحبايه اللي باخدها ديت ممكن تاثر عليا؟ بيبقوا مش عارفين انها مخدرات اصلا يا دكتور. في بعض الناس كانت بيضحك عليها ان ده من باب انك تاخد الحبايه ديت علشان تطبق بدل الورديه اثنين، ده هتديك باور، ده هتديك طاقه، ده هتخليك، ده مقوي عام منشط ماهوش مخدر. فده كان كل الامور ديت بيضحك بيهم عليها، وبالتالي كانوا بيقعوا في فخ الادمان وهم مش حاسين بهذا الامر. ناهيك بقى ان احنا يا جماعه لا احنا جنبكم احنا معاكم. في ناس بتتابع بعد كده يا دكتور، يعني مثلا رحتوا موقف وتعاملتوا مع كذا سائق، بتتابعوا بعد كده مع الناس دي؟ بنتابع معاهم وبننزل، وما بنروحش مره واحده وبس، احنا بننزل مره واثنين وثلاثه علشان نشوف، نبص على المجموعه اللي كانت بتكلمنا واللي كانت بتطلب العلاج. طب انت رحت؟ طب انت وصلت؟ طب انا ممكن اسهل لك الدخول كمان للمستشفيات اللي موجوده. انا حكي زي ما انتم عارفين طبعا ان احنا الخط الساخن بنقدم العلاج بالمجان وفي سريه تامه عن طريق الرقم بتاعنا 16023. فكانت من اهم المبادره اولا ان احنا نصحح المفاهيم المغلوطه عند السواقين، وان احنا نوصل ليهم ان في علاج وان الدوله واقفه جنبكم وان احنا مش ضدكم، ومش ان احنا ضد ان احنا طبعًا نسحب الرخص او 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 لا، ده انتوا بتساعدونا، ولكن احنا عاوزين الافضل والاحسن. نسبه قد ايه يا فندم تقريبا اللي تعاونوا مع حضراتكم او راحوا يتعالجوا؟ يعني كان في خطوات ايجابيه النسبه الاكبر؟ هو طبعا هو بص حضرتك، احنا لما بنبقى موجودين في الموقع نفسه بيبقى في اسئله واستفسارات قويه جدا في هذا الامر، وبقى في استمراريه في الاتصال، حتى نسب الاتصال زادت على الخط الساخن. انما وجودهم داخل المستشفيات طبعا ده ما بنلاحظوش او ما بنقدرش ان احنا نتحكم فيه دلوقتي الا بعد فتره مثلا حوالي 3 شهور، نقدر نقيس بقى كم عدد دخل عندنا هنا من سواقين، وكم واحد تواجد، وكم واحد تقدم في هذا الامر. الحمله مستمره لغايه امتى يا فندم؟ هل محدد لها اطار زمني؟ الحمله مستمره كمان معانا في شهر فبراير والى نصف مارس، هنكون مستمرين كمان فيها. بعد كده ابتداء من نصف مارس ان شاء الله، مارس وابريل، هنكثف شغلنا شويه وهننزل على الجامعات وعلى المدارس، لان ده الموسم بس بتاع الجامعات والمدارس عشان نقدر نكون متواجدين معاهم. بعد كده هنرجع ان شاء الله في الفتره القادمه معاهم. وكمان احنا في نفس الموقف او في نفس الاطار بنشتغل في المبادره اللي اطلقها السيد الرئيس في القرى الاكثر فقرا واللي هي محتاجه تطوير. احنا موجودين مع اهالينا في كل مكان عشان نقدر ان احنا نوصلهم بالعلاج ونوصلهم بالخط الساخن، واللي عنده مشكله في هذا الامر نقدر ان احنا نوفر له العلاج بالمجان. الحقيقه الشيء الايجابي بس اخيرا ان انا لاحظت ان في معظم الصور في بنات وفتيات وسيدات، اعتقد دول متطوعات او بيشتغلوا مع حضراتكم في الحمله في الشارع وبيشتغلوا مع في هذا الاطار توصل بالسلامه والسائقين. ده امر ايجابي جدا يعني، انا بشكرك جدا جدا، انا بشكرهم جدا جدا. والحقيقه ان نسبه البنات في العمليه التطوعيه نسبه كبيره جدا، شرفنا دايما والله يا دكتور. طبعا والله بجد انا بشكرهم جدا، وبشكر كل زملائي من المتطوعين لانهم عاملين شغل على الارض بشكل محترم. نعم. وبشكل تفاعلي كبير. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. ننتقل إلى ملف آخر ومسلسل حقيقة لا ينتهي من الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وهو عرض مستمر خصوصا ملف العمالة، العمالة الوافدة للعمل في قطر، واللي كتير من منظمات حقوق الإنسان الدولية مستمرة في إدانتها لهذا الملف، منهم طبعا العمالة اللي بتشتغل، ويمكن احنا بقالنا سنين يعني شغالين على هذا الامر، العماله تحديدا اللي بتشتغل على البنيه التحتيه لاستعداد قطر لاستضافه كاس العالم 2022، واللي بفضلهم استضافه قطر بطوله كاس العالم للانديه. طلبت المنظمات الحقوقيه الدوليه بان تبذل الفيفا جهود كبيره لوقف هذه الانتهاكات قبل انطلاق كاس العالم 2022. معانا عبر الهاتف استاذ محمود البدوي المحامي والخبير الحقوقي. استاذ محمود برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. مسلسل حقيقه لا ينتهي من الانتهاكات متعلق بملف العماله،
ملف أصبح معروف وملموس لدى العالم كله وكل الجهات المسؤولة، ولا تحرك في هذا الأمر. تقييم حضرتك إيه الوضع، وهل الأمر داخل فيه أي شكل من أشكال اللعب من تحت الطاولة؟ لأنه هو ملف معروف، في دوكيومنتريز وفي أفلام وثائقية وفي شهادات بعينها سجلت لأطراف هامة في هذه أو في هذا الملف والمعادلة اللي بتحصل. يمكن حضرتك لخصت الأمر كله في جملة تحدثتي بشأنها، وهو أن هناك بعض العمل من تحت الترابيزة أو الشغل بيحصل بكفاء. يمكن على الرغم من بداية خروج التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق العمالة اللي وصل عددهم إلى قرابة 2 مليون عامل اللي هم ابتدوا الشغل من بعد سنة 2010 في بناء الاستادات اللي هي معدة لكأس العالم 2022، كان في البدايه في سنه 2013 لما طلع تقرير اتكلم على موت حوالي اربعه او وفاه عدد 44 عامل نيبالي توفوا في فتره لا تتجاوز شهرين نتيجه سوء الاحوال. وهنا كان بدايه تدخل او ظهور تقارير منسوبه لمنظمه العفو الدوليه من 2013 لغايه 2016، وبعد كده كمان 2018 ابتدوا يتكلموا على ضروره ادخال حزمه جديده من التعديلات التشريعيه وانضمام قطر الى بعض الاتفاقات الدوليه، وكذلك وجود مكتب دائم لمنظمه العمل الدوليه بداخل قطر. يمكن قطر استجابت على مدار السنين على الورق، يعني ظاهريا استجابت، انضمت للاتفاقيات، صادقت على معاهدتين دوليتين، مكنت منظمه العمل الدوليه انه يكون ليها مكتب دائم في قطر. كل هذه الامور هي امور هيكليه او شكليه، لكن على الواقع فالامر حدث ولا حرج. ما زالت فكره استغلال العماله وان هم بيعملوا وفقا لاجراءات وتدابير قاسيه جدا جدا وحرمانهم من اجورهم، نظام الكفاله على الرغم من ان هم تحدثوا على اصلاحه الا ان نظام الكفاله ما زال يشكل اساس عمليه التوظيف داخل قطر. بنحس ان العماله الوافده والاجنبيه بيكونوا بمثابه اشخاص ملقي القبض عليهم، اي حركه ليهم او خروجهم بره البلد على الرغم من الغاء نظام مشروطيه الخروج من البلد الا انه ما زال فاعل حتى الان. ناهيكي كمان او احدثك عن التاخر الدائم في دفع الاجور وعدم دفعها، وده بيؤدي الى تفاقم مشكله الديون الكبيره للعمال دول اللي بيعيشوا كمان في اماكن ربما بينقطع عنها المياه الجاريه، ربما ما بتتمتعش بالتكييفات في ظل ارتفاع درجات الحراره الكبيره جدا. كمان العقبات اللي بتعترض سبل نيل العداله عند انتهاك الحقوق، على الرغم من ان قطر بعد خروج تقارير منظمه العمل الدوليه دي تحدثت عن انشاء عدد من مكاتب تسويه المنازعات، الا ان هذه الامور ما زالت شكليه، ما زالت لتجميل صوره النظام القطري اللي بيصر على استغلال العماله في اسوء اشكال العماله. كمان التقاعس عن انفاذ القوانين القطريه اللي بيفترض بيها ان هي بتحمي حقوق العمال، كل دوت بيقول ان النظام القطري للاسف الشديد ما زال عنده حاله اصرار غير مبرر على انه انتهاك حقوق العاملين في كافه المنشات الرياضيه اللي بتجهز عشان قطر 2022. ده كمان ناهيكي عن ملف كمان يعني اعتقد ان هو على تماس وليس بعيد عن هذا الامر، وربما هو معادل ليه كمان، نظام العماله الوافده من افريقيا ومن اسيا العاملين في خدم المنازل او في فئه خدم المنازل وظروفهم لا تقل الكثير من الفضائح والقضايا التي خرجت عن هذه الفئه تحديدا هناك في قطر. استاذ محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، استاذ محمود البدوي المحامي والخبير الحقوقي. محليا مرة أخرى، وفي إطار التعاون المستمر بين مجلس الدولة والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا، عقد اليوم اجتماع دائرة مستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بشأن نظام إدارة لوحات المعلومات الرقمية للمحاكم. وافتتح الاجتماع المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بحضور ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وسكرتير عام المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة بمجلس أوروبا وعدد من القضاة والخبراء الدوليين، فضلا عن عدد من قضاة ومستشاري مجلس الدولة. المناقشات تناولت تعريف نظام برامج اللوحات المعلوماتية بالمحاكم وما يقوم به من تحليل البيانات والإحصائيات ومؤشرات للأداء. نشوف جزء من كلمة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة خلال هذا الاجتماع ونعود مرة أخرى. أتمنى أن يكون هذا الاجتماع بداية لقفزة كبيرة في التعاون بين مجلس الدولة المصري ومفوضية كفاءة العدالة بمجلس أوروبا، وأن نمهد لفصل جديد من فصول التعاون بين المؤسستين. وقد تتفقون معي أن هناك العديد من الموضوعات التي تهم مؤسستينا
وتدخل في نطاق اختصاصهما، وهو ما سنعمل عليه جاهدين في الفترة المقبلة. السادة الحضور، مجلس الدولة المصري كما تعلمون هو هيئة قضائية مختصة بنظر المنازعات والقضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها، ويضم المجلس آلاف القضاة وآلاف الموظفين، وله عدة فروع بالمحافظات، وينظر خلال العام الواحد مئات الآلاف من القضايا. مفيش شك أن مبادرة حياة كريمة الحقيقة وضعت خلال العامين الماضيين، بدأت تأتي بصور وتحركات حقيقية على الأرض. بدأ المواطنون بالفعل في الاستفادة من المشروعات اللي ضختها الدولة في هذه المبادرة. احنا معانا فيديو يمكن بيعرض أبرز ما تم إنجازه على الأرض. مشروع قومي، مشروع عظيم، مشروع له علاقة بحياة أكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري. خلونا نتابع. حياة كريمة، مشروع قومي على أرض مصر لبلادنا ولولادنا. انطلقت مبادرة حياة كريمة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2019، والهدف كان توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجاً على مدار 5 سنوات. اتجمعت جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً من سكان الريف المصري، من أهالينا وناسنا، في 175 مركز على 4209 قرية بإجمالي توابع 29400 تابع، واللي بيشكلوا 57.8% من إجمالي سكان الجمهورية، بميزانية إجمالية وصلت ل 515 مليار جنيه. بدأت المرحلة الأولى في يوليو 2019 لتنمية 375 قرية وتجمع ريفي، وهم الأكثر فقراً على مستوى 14 محافظة. وشملت المشروعات دي تخصصات كتير زي الخدمات الصحية والتعليمية، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء والغاز الطبيعي، الطرق والنقل، الشباب والرياضة، نهاية بالتدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. ونجحت المبادرة في مرحلتها الأولى في تحسين حياة التجمعات الريفية دي بإجمالي مستفيدين 4.4 مليون مستفيد، وإجمالي استثمارات وصل ل 13.5 مليار جنيه، تم الانتهاء فيهم من 600 مشروع وجاري تنفيذ 1580 مشروع لنهاية 2021. المرحلة الأولى خدمت 143 قرية تم الانتهاء من تطويرهم في 11 محافظة، بحيث تم تنفيذ 52,000 تدخل اجتماعي من خلال 23 جمعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وحوالي 600 مشروع من قبل وزارة التنمية المحلية، وجاري استكمال المشاريع في عدد 232 قرية في 12 محافظة أخرى. في 28 ديسمبر 2020 تم تدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بإطلاق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان تكون مرحلة كبرى لتطوير عدد أكبر من ريف مصر في 20 محافظة على مستوى 51 مركز ولعدد قرى 1360 قرية، وممكن يوصل ل 1500 قرية بمتوسط استثمارات إجمالية توصل ل 150 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد. أما دلوقتي فجاري حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، ومشاركة من أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني لأول مرة، 23 جمعية تجتمع في العمل العام، ده بجانب دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات. حياة كريمة مبادرة تستهدف التصدي للفقر
متعدد الأبعاد وبناء الإنسان المصري وخلق حياة كريمة مستدامة من خلال توفير شبكات البنية التحتية في المراكز والقرى وبناء البيوت ورفع كفاءتها في سكن كريم وتقديم الخدمات الطبية، كذلك إنشاء الوحدات الطبية وتجهيزها وتشغيلها. ده بجانب المساعدات الإنسانية والتدخلات الاجتماعية لتنمية الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كالأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. ومش بس كده، قبل ما نمشي لازم هنوفر عنصر الاستدامة عن طريق توفير فرص عمل وتدريب وتشغيل وإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. بجانب ده هنقدم خدمات تعليمية بدءا من إنشاء المدارس لحد محو الأمية ومبادرات توعوية وثقافية. في النهاية نقدر نقول إن حياة كريمة هو المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر للتنمية والاستقرار، ونظرة تانية حقيقية وجادة لأهالينا في كل ربوع مصر. تظل مصر دائما هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وأبلغ دليل على ذلك الحوار الوطني الفلسطيني اللي استضافته القاهرة الأسبوع الماضي والوصول إلى صيغة توافقية حول عدد من الموضوعات أظنها تحتاج نلقي ضوء عليها. والحقيقة أن دي كانت من أبرز وأهم المواضيع الشائكة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الراهن. أيضا حقيقة متابعة هامة لبعض الشؤون العربية، خصوصا تطورات الأوضاع في العراق ولبنان، كل ده هنناقشه في لقائنا الأسبوعي المتجدد مع سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا أستاذة لما والسادة المشاهدين جميعا. أكثر من 15 فصيل كانوا هنا في القاهرة في مفاوضات هامة جدا لتحريك المياه راكدة بشكل أو بآخر. المجموعة دي أو يمكن أقل منها بشكل بحاجة بسيطة كانوا موجودين في مصر آخر مرة أو في القاهرة آخر مرة في 2011. ومنذ سنوات الحقيقة هذه الاجتماعات ما كانتش أو لم يكن لها مكان، لو هنقدر نقول بشكل أو بآخر. هذه الاستضافة للحوار الوطني الفلسطيني رأي حضرتك فيها إيه، وما هي دلالات هذا الأمر؟ يعني أظن أن هذا النجاح البارز الحقيقة اللي حققته الدولة المصرية في هذه الجولة الأخيرة من استضافة الفصائل الفلسطينية لوضع خريطة توافق عامة، لوضع جدول زمني وخريطة طريق واضحة المعالم من حيث الخطوات ومن حيث المحطات الزمنية خاصة بالانتخابات الفلسطينية، الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني. كل هذه الأمور ربما منذ أعوام قليلة كان ينظر لها بأنها يعني هدف بعيد المنال على خلفية درجة عالية من الانقسام، درجة عالية من اختلاف وجهات النظر كانت تسود ما بين الفصائل الفلسطينية بعضها وبعض، ربما ميراث يقترب من عقدين من الزمن من الانقسام الفلسطيني إذا جاز التعبير، وهذا هو كان الواقع الذي يعبر عن نفسه على الأرض. طوال هذه السنوات الحقيقة مصر بذلت جهود كبيرة جدا، والحديث عن هذا النجاح الأخير ربما يعدنا إلى العام 2014، وعلى وجه التحديد في الخطاب الرئاسي الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي، خطاب التنصيب الرسمي، عندما وجد العالم كله الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد سنوات من الجمود الذي كان يعتري القضية الفلسطينية بشكل كبير على خلفية ما كان يجري في الإقليم وتراجعها وتراجع الاهتمام بها ودخولها إلى موت إكلينيكي بفعل فاعل وبفعل أحداث المنطقة
بالكامل. وجدنا في هذا الخطاب الرئاسي الرئيس يعيد مرة أخرى صك المصطلح الأبرز وهو أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، وقضية فلسطين تستلزم الوصول إلى حل توافقي من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن حل الدولتين هو مفتاح الوصول إلى الحل. هذا الطرح الرئاسي المصري الحقيقة وضع ثوابت وأعاد مرة أخرى زخم الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ووضع أمام أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية ما يشبه التكليف المباشر بالعمل منذ هذا التاريخ من عام 2014 ببذل كل الجهود من أجل الوصول إلى هذه المحطة أو تحقيق هذه الأهداف. حزمة طويلة جدا من الجهود بذلتها جهاز المخابرات العامة المصرية في المقدمة، وزارة الخارجية المصرية، رعاية رئاسية مباشرة من أجل الوصول إلى تفكيك كل معضلات ومشكلات الوصول إلى ما وصلنا إليه، وهو وضع خارطة العمل اللي تحدثنا عنها، ورأب كل أشكال الصدع في الداخل الفلسطيني. وبدأنا اليوم نتحدث عن مستقبل يبدو إيجابيا إلى حد كبير، ويبشر بالفعل بأننا قد نصل إلى مرحلة من الممكن البناء عليها وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق. نقطة تانية يا فندم، من خلال متابعتك للوضع الفلسطيني، ليه في دايما تجدد لأسباب الخلافات بين الحين والآخر، وأبرزها الحقيقة متعلقة بمشاكل المحاصصة، متعلقة بعدم اعتراف بعض الفصائل بنتائج انتخابات أو غيرها، ومتعلقة كمان بنقاط أعتقد أن تم وضع الخطوط العريضة لها هنا في مخرجات اجتماع القاهرة؟ يعني ما فيش شك ان الانقسام اللي كان حادث ما بين الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية الموجودة فيها وقطاع غزة وحركة حماس ميراث طويل من الانقسام، اختلاف في وجهات النظر واختلاف في الرؤى السياسية بشكل كبير. كان هناك من يغذي هذا الانقسام طوال سنوات مضت. لما بنتحدث عن مساحة زمنية طويلة منذ العام 2006 و2008 وهذا الشق وهذا الشرخ الكبير الذي حدث في الداخل الفلسطيني، السنوات راكمت الحقيقة اختلافات كبيرة جدا في وجهات النظر، وكان كل طرف أو ربما يعني نتحدث يعني لا داعي لفتح هذه الجراح وتحميل مسؤولية طرف عن طرف آخر، لكن في كل الأحوال كان هذا الانقسام وهذا الصراع البيني هو الحاضر وهو مقدمة المشهد، نوع من أنواع الاستئثار بمصالح ضيقة ومصالح آنية، ارتباط بعض الفصائل الفلسطينية بمواقف إقليمية وبمواقف لدول ثبت مع السنوات بأنها لا تبغي أي شكل من أشكال المصلحة للشعب الفلسطيني أو الوصول به إلى نيل حقوقه ونيل مساحة من العيش الكريم على أراضيه بشكل مستقل. كل هذه الأمور الحقيقة هي اللي غزت هذا الانقسام، وهي اللي كانت طوال الوقت بتجهد محاولات مصرية، مصر حتى بذلتها وصولا إلى العام 2011 كان هناك اتفاقية مصالحة وقعت عليها كافة الفصائل، لكن سرعان ما انقلب الجميع عليها وكان التوقيع عليها في القاهرة بالمناسبة أيضا. ومن 2011 الإقليم ألقى بظلاله بقى بمشكلاته وتراجع زاخم الاهتمام بالقضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، وكان جزء مما يحدث في هذه السنوات الاستثنائية العام 2011 و12 كان من أحد أهدافه الرئيسية هو محاولة دفن القضية الفلسطينية وتجاوز الحقوق الفلسطينية. ولذلك تحدثنا عن الإحياء المصري مرة أخرى، وضع الاهتمام الإقليمي والدولي في العام 2014 مرة أخرى في مقدمة الاهتمام، ده كان إنجاز كبير. هذه المرة بعد هذه التجربة الطويلة والمريرة في نفس الوقت الحقيقة بتعود الفصائل، وقد يعني أدركت
في النهاية أن التوافق هو سبيل النجاة. الرؤية المصرية رؤية واضحة جدا، فكان من السهل التجاوب معها من كافة الفصائل الفلسطينية. مساحة كبيرة من الثقة يضعها الفلسطينيين بكل أطيافهم وبكل انتماءاتهم الداخلية في القيادة السياسية المصرية وفي أجهزة مصر اللي انخرطت كما أشرنا من اللحظة الأولى للعمل على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين. ويمكن في هذا الإطار هم حتى ذكروا يا سيد عميد أنه الضامن الأول للسير بشكل في وفاق هو الجانب المصري، ده حتى بعد مخرجات أهم بنود الاتفاق اللي صحيح. حدث في القاهرة. طب ماذا تتوقع يا فندم الانتخابات الفلسطينية مزمعة في وقت لاحق العام الجاري بعد وضع خطة بشكل أو بآخر لو نقدر نسميها خطة لعملية التأمين لإنشاء محكمة تخص أو تختص عملها للانتخابات، وضع القدس، الوضع المتعلق بالتوافق، يعني ضمانات أيضا لتقبل جميع الفئات أو الفصائل لمخرجات الانتخابات، رأي حضرتك إيه في السيناريو للانتخابات هذا أو هذه الانتخابات القادمة يعني في فلسطين؟ يعني حضرتك وضعتي أهم النقاط اللي موجودة في إطار إدارة العملية الانتخابية القادمة، وأنا يعني ويشاركني كثيرين في هذا الشعور، نشعر بقدر عالي من التفاؤل الإيجابي اللي أظن أن الداخل الفلسطيني مقدم عليه بوضعه لهذه الخريطة الزمنية في إجراء الانتخابات. هناك ملامح إيجابية مفيش شك، هناك قدر من استشعار أن الدروس المستفادة من السنوات الماضية كانت ضاغطة على الجميع وأوصلتهم إلى نتيجة بأن التوافق هو السبيل الوحيد للنجاة. التوافق والانصياع إلى إرادة المواطن الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع ومن خلال عملية سياسية شفافة، هذا الأمر يحتاج الفلسطينيون بشكل كبير جدا، ويحتاج أن يصلوا بهذه الرسالة إلى العالم كله، يصلوا بي لأنفسهم بأن هم قادرين على صناعة عملية سياسية معترف بها وشرعية وتحظى بالقبول الداخلي، وفي نفس الوقت هي رسالة مهمة جدا للأطراف الدولية اللي هيحتاجوها الفلسطينيين من أجل الدخول في ماراثون تفاوضي قادم مع الجانب الإسرائيلي من أجل وضع الرؤية الفلسطينية للحقوق والوصول إلى تسوية عادلة ونيل الحقوق بشكل كبير. تجربة السنوات الأربع الماضية على وجه التحديد ربما أعطت درسا مهما وجرز إنذار حقيقي بأن الأطراف الدولية إن لم تجد معادلة واضحة المعالم في الداخل الفلسطيني ربما سيتجاوزها الجميع وسيتجاوز الجميع حقوق الشعب الفلسطيني. وهنا كان الاستدارة الفلسطينية ناحية ما تم طرحه في القاهرة، وكما ذكرت حضرتك في البداية استدعاء مصر كمراقب وكضامن وكمشارك فاعل كما جاء في بيان الفصائل، وهم يضعوا في عهدة الرئاسة المصرية كل أشكال التفعيل والإدارة والإشراف على الخطوات الانتخابية ومطالبتها بدفع المؤسسات المصرية بأن تكون مساندة لهذا العمل السياسي الفلسطيني. أنا أعتقد أن دي إشارة إيجابية وجدية في نفس الوقت من الداخل الفلسطيني أنهم يريدون أن يصلوا إلى محطة يحترمها الجميع كي يستطيعوا أن ينالوا حقوقهم إن شاء الله. طبعا في اجتماع في القاهرة مرة أخرى الفصائل الفلسطينية، أعتقد هتكون فصائل أكتر في مارس القادم، في انتخابات تشريعية في مايو، انتخابات رئاسية يوليو، وطبعا انتخابات مجلس وطني في أغسطس. سيادة العميد، بمن حضرتك تحدثت عن الموقف الدولي، الحقيقة أنه مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن تكلم أنه أو أعتقد أنها إشارة للموقف الأمريكي أن دولة فلسطينية قابلة للحياة أو للبقاء، هذا مضمون أعتقد محتاج عمل دبلوماسي حثيث في المرحلة القادمة، وكيف يمكن التعامل العربي الفلسطيني الموحد، نأمل ذلك مع المتغيرات العالمية وأبرزها الأمريكية؟
دي نقطة جوهرية الحقيقة. يعني لما بنتحدث كل هذا الحديث السابق عن مسألة توحيد وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس شرعية وأسس فيها القدر العالي من التوافق والاعتراف من كافة الفصائل والأطراف والكيانات الفلسطينية في الداخل، هدف أول من أجل صناعة هذا التوافق هو بدء التفاعل والتعاطي مع المجتمع الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الطرح ربما تشير بشكل أو بآخر إلى حل الدولتين. فعلا الجانب الفلسطيني يحتاج إلى دولة مستقلة قابلة للحياة. الطرح الإسرائيلي والطرح الأمريكي للإدارة السابقة ربما لم يكن يحظى بقبول الداخل الفلسطيني، ولا الحقيقة كان مرحب به من الجانب العربي. لذلك يعني تجمدت مسألة التسوية طوال هذه السنوات الماضية. ربما نحن الآن نحتاج إلى جهد كبير جدا على المسار الدبلوماسي. مصر أيضا بدأته بالمناسبة، كنا على منذ أسبوعين ماضيين كان هناك اجتماع رباعية لمصر والأردن بيمثلوا الجانب العربي مع ألمانيا وفرنسا الجانب الأوروبي، مساحات من الحركة على هذه المكونات الإقليمية مع الدولية مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الجديدة على خط التسوية فيما بعد إجراء الانتخابات، على ما أظن وعلى ما يرجحه معظم المراقبين بأن الولايات المتحدة ستنخرط. ربما هنا ستتهيأ بيئة أكثر صلاحية للوصول للحق الفلسطيني وللوصول إلى الرؤية العربية التي تستند كما أشرنا على قرارات شرعية دولية صادرة من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك اتفاقات دولية موقع عليها من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. يعني محاولة مرة أخرى إعادة الأمور إلى نصابها، بذل هذا الجهد الدبلوماسي مع مساندة كاملة من مصر والأردن باعتبارهم شريكين رئيسيين مع الجانب الفلسطيني، ودعم عربي تبعناه جميعا في جامعة الدول العربية منذ أيام أثناء جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني، أعلنت كل الدول العربية دعمها الكامل، وده يدل على أن هناك موقف عربي أيضا يتم ترتيبه، موقف عربي موحد يتم ترتيبه من أجل دعم هذه الحقوق ومن أجل تهيئة أفضل مناخ مناسب لخوض الماراثون الدبلوماسي الذي ستقدم عليه فلسطين. الموقف العربي اللي حضرتك كلمت عنه، يمكن حضرتك ذكرت اجتماع وزراء الخارجية العرب كانوا عقدوا اجتماع بالتزامن مع اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، واجتماع طارئ لمناقشة بند واحد، وكان الموقف العربي من القضية الفلسطينية وتحريك عملية السلام. إلى أي مدى مش بس ده كان بيمثل موقف عربي رسمي، ولكن يا فندم كان أيضا متعلق برؤية الشارع العربي للموقف العربي الرسمي بعد سنوات من الجمود في اجتماع بيأكد على الثوابت العربية؟ هل هذا دقيق؟ دقيق طبعا، يعني هذا الإجابة نعم، وهذا دقيق. كان بيتجاوب فعلا مع طموح الشارع العربي، مع استشعار المواطن العربي بالقلق أن تكون أحداث المنطقة تسببت في إزاحة القضية الفلسطينية اللي وصفت بأنها القضية المركزية للعرب، إزاحتها من مربع الاهتمام العربي ومن ثم الإقليمي والدولي. هذا الأمر لم يكن مريحا على الإطلاق للرأي العام العربي في أي من دولنا العربية. الاجتماع أنا بجد أنه هو على درجة عالية جدا من الأهمية. لما كنا بنتحدث منذ سنوات حول أن التسخين المتعمد لمنطقتنا العربية في بؤر كثيرة مشتعلة في آن واحد، التهديدات الإرهابية التي كانت تضرب العديد من الدول وربما لازالت، التغول لبعض من الأطراف الإقليمية في منطقتنا العربية عبر مشروعات توسعية وعبر مشروعات للنفوذ والاستحواذ، كل هذه الأمور كانت تخصم سلبا من الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية وتزيح الحقوق الفلسطينية إلى الخلف، وهذا أمر بالغ
الخطورة. النهاردة باجتماع السادة وزراء الخارجية العرب في بيتهم الأصلي بيت جامعة الدول العربية والتأكيد على هذا الموقف هو هنا إعادة ترتيب البيت الكبير بيت العرب المعترف به وبيت العرب الذي تصاغ فيه موقف عربي. الدبلوماسية تحتاج لمثل هذا الحشد الدبلوماسي وأن يكون الصوت والرؤية العربية رؤية موحدة كما نتحدث عن رؤية موحدة في الداخل الفلسطيني. أيضا من المهم أن يدرك العالم كله أن الدول العربية جميعها قد وصلت إلى القاهرة وقد أعلنت رؤيتها وتأكيدها على الدعم الكامل وغير المشروط للقضية الفلسطينية وأنها موجودة وحاضرة وتدعم كل جهود مصر والأردن كلهم فيما يقوم به أو داخل الرباعية الدولية أو أيضا على مستوى المحافل الدولية لو تحدثنا في ساحات الجمعية العامة أو مجلس الأمن في فصول قادمة في المستقبل خلال عام 21. أتحول مع حضرتك يا ست العميد اللي الشأن العراقي. خليني أسألك يا فندم ثأر الشهداء، بعد عملية أو هجوم إرهابي دموي استهدف منطقة الطيران وسط بغداد أسفر عن مقتل عشرات الحقيقة من العراقيين، انطلقت عملية من الجيش العراقي ثأر الشهداء، والحقيقة ضمن هذه العملية تم تخلص من قيادات كانت موجودة في داعش منهم والي داعش والمسؤول العسكري، وطبعا تم إعادة هيكلة للمنظومة الأمنية في العراق. ولكن سؤال يا سيد العميد، مع التخلص من هذه العناصر وهذه العملية الإرهابية الدموية اللي حدثت، كانت آخر عملية من سنتين أعتقد أو أكثر في الداخل العراقي وكانت في نفس المكان في منطقة الطيران، خليني أسأل حضرتك، هل ده معناه أنه في عناصر تسللت، عناصر طبعا إرهابية تحديدا من داعش تسللت إلى الداخل العراقي، ولا دي كانت خلايا نائمة أصلا موجودة في الداخل العراقي؟ يعني بداية بنسجل على أنفسنا وبنسجل باسم الشعب المصري كله الحقيقة وباسم كل المهتمين بملف الإرهاب كل أشكال الدعم والتأييد للقوات المسلحة العراقية الشقيقة ولأجهزة الأمن العراقية وهي تخوض معركة شريفة ضد الإرهاب ومعركة شرسة في مكافحة الإرهاب الحقيقة ومحاربة التنظيمات المسلحة والإرهابية الموجودة في الداخل العراقي. بتخوض حرب حقيقية وجهد الحقيقة مشرف وإصرار وإرادة سياسية من قبل الأشقاء في العراق من أجل دحر هذا التهديد وتأمين المواطن العراقي. الحديث اللي حضرتك بتتحدثي عنه حول تسلل أم خلايا نائمة، الحقيقة كلا الاحتمالين موجودين على الأراضي العراقية. أولا التنظيمات الإرهابية كما اعتدنا بتقوم بحركات تسلل من جانبي الحدود ما بين سوريا والعراق كي تدخل إلى الداخل العراقي، وأيضا في الداخل السوري حدثت تزامنا مع الهجمات الإرهابية في العراق محاولات لهجمات أخرى في الأطراف السورية، محاولة من التنظيمات الإرهابية ومن تنظيم داعش على وجه الخصوص أن يسترد مساحات للحركة، وده التفسير أنه فعلا دخل ساحة الطيران بعد أعوام من التأمين والسيطرة والحالة الأمنية المستقرة اللي كانت موجودة داخل بغداد. النهاردة بيحاول يتسلل ويقوم بعمليات انتحارية من أجل إعادة دوامة العنف والفوضى مرة أخرى. الخلايا الموجودة اللي بتؤيد تنظيم داعش ربما موجودة في بعض من المدن العراقية خارج بغداد لكنها بيأتي لها تكليفات من الخارج من أجل الدخول إلى بغداد باعتبارها العاصمة وباعتبار أن عملية إرهابية في المناطق السكنية وفي مناطق الأسواق وسقوط ضحايا من المدنيين كما ذكرنا بهذا العدد هو أمر مؤلم ليس للعراقيين فقط ولكن للمنطقة بجميعها، وهو أمر يحظى باهتمام إعلامي كبير ودوي كبير حتى وإن كانت أعداد المصابين قليلة أو الضحايا أعداد قليلة باعتبار أن الضرب في القلب العواصم والمدن السكنية أمر بالغ الخطورة، وده اللي استدعى الحقيقة من القوات المسلحة العراقية أن تعلن عن
هذه العملية العسكرية الموسعة لمكافحة الإرهاب ولمطاردة فلول داعش ومحاولة الوصول إلى حالة من حالات التأمين الشامل بقدر كبير على الأقل للمدن العراقية الموجود بها السكان. والملاحقة وتوسيع المدى في مرحلة لاحقة في مناطق بقى الصحراء اللي هي المتاخمة للحدود واللي هي حتى الآن للأسف الشديد بيحدث تسللات حتى الآن بيتم استخدام الجغرافيا الصعبة للمنطقة اللي ما بين العراق وسوريا في محاولة التنظيمات لم شتات أنفسها والحصول على بعض من الإمكانيات من خارج هذه المناطق يعني أقصد هنا أسلحة وأموال ومناطق للإعاشة وغيره. أظن أن العملية العسكرية الجديدة ستكلل بالنجاح. القوات المسلحة العراقية وأجهزته الأمنية لديهم من الخبرة الكاملة اللي استقوها الحقيقة من هزيمتهم لتنظيم داعش في مدن ومحافظات الموصل ونينوى وصلاح الدين في الأعوام السابقة. أظن أن عملية روح الشهداء اليوم ستكلل بالنجاح مثلما تكلل العمل العسكري والأمني سابقا بهزيمة داعش واسترداد هذه المدن إلى الحاضنة الرسمية الوطنية العراقية من قبل. سيد العميد، محور الأخير لبنان، والحقيقة أنه رئيس الوزراء اللبناني المكلف في فرنسا الآن، ومن الواضح أنه من خلال هذه الجولة اللي قام بها وكانت من محطتها داخل المصري في لقاء مع رئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك بحث عن حشد ودعم بعينه لتشكيل الحكومة في المرحلة القادمة في وجه كل الأزمات الدائرة الآن في لبنان. برأيك إلى أو ما هو شكل الحشد والدعم اللي محتاجه الحريري، وإلى أي مدى يمكن التوصل له من خلال القوى الدولية؟ ما فيش شك رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يعني يعيش أصعب أيامه إنجاز التعبير. الحالة الداخلية في لبنان، وهنا أقصد الحالة الاقتصادية في المقام الأول، الحالة الصحية ليست في أفضل أحوالها، خاصة ما يعني ما يتعلق بجائحة كورونا والضحايا أو المصابين أو قدر إيقاف انتشار العدوى بصورة كبيرة. دي خلفية الحقيقة يعني تعقد بشكل كبير جدا مسألة الانقسام اللبناني، والانقسام اللبناني اللي لازال لم يجد له صيغة كي يصل إلى محطة توافق تساعد في التئام الصف. الشيخ سعد الحريري كان موجود في القاهرة منذ أسابيع مضت، التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد كان بيطرح أمامه مجموعة من طلبات الدعم اللي مصر الحقيقة لم تتأخر عن تقديمها، ومصر بالأساس بدأت هذا الدعم حتى من قبل وجود سعد الحريري في القاهرة. عبر السنوات الماضية كانت حاضرة وحاضرة بشكل جاد وبشكل ثابت في أن تصل لبنان إلى تشكيلة حكومية مستقرة، وأن تبتعد كل البعد عن أشكال الانقسامات اللي لازالت حتى الآن لم تجد الصيغة كما أشرنا، صيغة التوافق وصيغة نيل ثقة الشارع اللبناني. الشارع اللبناني الحقيقة موجود في حراك منذ عامين، أعلن رسالة واضحة أنه هو فقد الثقة في المكونات والتشكيلات السياسية على اعتبار أنهم يتسابقوا على المناصب على المغانم من دون تقديم خدمات حقيقية وعملية سياسية شفافة تخدم الصالح اللبناني وتوحد مؤسساته بشكل كبير. النهاردة سعد الحريري موجود في فرنسا. لو نتذكر الزيارة الأخيرة التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي، كانت أسئلة الصحفيين الفرنسيين إلى الرئيس المصري عن مدى استعداد مصر لتقديم المساعدة والدعم للأشقاء في لبنان، وأجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجابة واضحة وأفصحت عن أن مصر تقدم كل أشكال الدعم غير المشروط واللامحدود من أجل الوصول إلى تشكيلة حكومية تستطيع أن تطلع بهذا الوضع الصعب في الداخل اللبناني. ف
فأعتقد أن مصر وفرنسا على وجه التحديد يعملان سويا على هذا الملف، يقدموا فعلا نصائح واستشارات صائبة للداخل اللبناني. الداخل اللبناني ربما يعمل من أجل نيل دعم هذا المحور بشكل كبير للوصول إلى محطة التوافق وإعلان الحكومة التي طال انتظار. شكرا ليك يا فندم سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مشاهدينا الكرام فاصل قصير، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل. والدارك ويبس أو الإنترنت المظلم. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري انفوجراف تناول في موضوع مهم في مجال الأمن السيبراني، وهو أسواق الإنترنت المظلمة أو الدارك ويبس. دي مواقع متخصصة في تجارة السلع والخدمات غير المشروعة وغير القانونية. يمكن قلت لحضراتكم في البداية متعلقة بأسلحة بمخدرات، ببرامج فيها فيروس، بسلع غير أصلية، ممكن أماكن لتخزين بيانات مسروقة، شراء أرقام الكريدت كاردز، أي حاجة مش مشروعة موجودة في الدارك ويبس. وطبعا بيتم الدخول عليها عن طريق الدارك ويب زي ما قلت لحضراتكم، وبترجع خطورتها لما تمثله من تهديد لأمن وسرية بيانات الأفراد والدول. في مواجهتنا الآن هنلقي ضوء أكثر حول خطورة الإنترنت المظلم ده وكيفية مواجهة هذه الظاهرة في مصر وتأثيرها علينا، وهل أصبح أصلا هناك إمكانية لمواجهة الدارك ويبس. خلوني أرحب بضيوفي الكرام بينضموا إلينا عبر الأقمار الصناعية، دكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. عبر الهاتف ايضا ينضم الينا المهندس مصطفى ابو جمره خبير امن المعلومات. يا باشمهندس برحب بيك. اهلا وسهلا باشمهندس. خليني ابدا مع حضرتك لو تبسط لنا موضوع الانترنت المظلم يعني ايه. باشمهندس مصطفى. اوكي. الانترنت هي في انترنت سطحيه اللي هي احنا بنتداولها كلنا اللي عليها المواقع المعروفه والشبكات الاجتماعيه، وبعدين عندنا في الدارك ويب والديب ويب، ودول بيشكلوا تقريبا يمكن 85% من مجمل الانترنت على الكره الارضيه. الفارق الاساسي ان دول مش مصنفين، مش اندكس. يعني جوجل والانجنز بتاعت المحركات البحث ما بتشوفهمش. الحاجه الثانيه ان الوصول والولوج اليهم بيتم من خلال براوزر متصفح مختلف عن اللي احنا بنستعمله غير كروم وغيره. فهو هي مبنيه على اساس ان انا اقدر ان انا اخش جواها وابحر ما بين المواقع بشكل معتم، بشكل مجهل، ما حدش يقدر يوصل لي، لان انا بطلع من سيرفر لسيرفر 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 لغايه لما بوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له، ولا يمكن ابدا ان حد يتتبعني او يعرف انا مين او اللي وصلت له دوت هو مين. بتحتاج ناس متخصصه عشان تتعامل عليه يا باشمهندس ولا ممكن اي حد؟ هو له متصفح تور. التور دوت لو حد نزله واستخدمه هيقدر يخش، لكن هي بقى هنا هو انت فتحت باب جهنم. فانت لو ما انتش فاهم انت بتعمل ايه ممكن يتصيدك الناس، ممكن ان هي تتاذي بشكل عنيف جدا جدا. خليني اروح لدكتور احمد سعيد. دكتور، ايه التاثيرات السلبيه بشكل اقتصادي على الدول او اقتصاديات الدول بسبب الانترنت المظلم والتجاره غير المشروعه اللي بتتم عبره؟ طبعا احنا عارفين انه التجاره بتتم عبر الانترنت المظلم او دارك ويب بالعمله المشفره او البيتكوين اللي بقى ليها سعر دلوقتي يمكن هو الاعلى في العالم. اتفضل يا دكتور. والله يا فندم هو الدارك ويب او الدارك انترنت موجود منذ بدايه الانترنت، ولكن كان دخول الدارك انترنت ده مقتصر على مجموعه معينه من المتخصصين اللي بيدخلوا باستخدام الادوات المختلفه عن ادوات التصفح العاديه. لكن الازمه بدات لما بدا يحصل ترويج كبير للعملات الافتراضيه زي البيتكوين اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. اصبح الترويج للمضاربه في العملات الافتراضيه دي
هو بوابة لدخول المواطنين على الدارك انترنت. يعني كان عادة زمان ما حدش بيدخل على الدارك انترنت غير المتخصصين. النهاردة مع الترويج لفكرة ان حصل زيادة غير مسبوقة للعملات الافتراضية او للبيتكوين، دفعت عدد كبير من الناس وخاصة الشباب ان هم يبحثوا عن ايه العملة اللي بيزيد تمنها كل يوم بألافات الدولارات، ويحاولوا ان هم يدخلوا يستثمروا فيها، او يحاولوا ان هم يدخلوا يحققوا ربح من وراء المضاربة فيها. وكانت بوابتهم للمضاربة في هذه العملة هي الدخول الى الدارك انترنت. لكن زي ما معالي الدكتور اللي مع حضرتك كان بيتكلم، الموضوع فيه خطورة كبيرة، لان منطقة الدارك انترنت دي هو عالم الجريمة، هو عالم بالكامل لخدمة الجريمة، لخدمة جرائم المخدرات وغسيل الاموال والارهاب وبيع الاسلحة. وحتى فكرة المضاربة في البيتكوين نفسها هي فكرة غير امنة، يعني حتى هذه اللحظة لم يعلن اي شخص ان هو مخترع هذه العملة الافتراضية. هذه العملة لا تخضع لرقابة اي حكومة من الحكومات، ما فيش اي ضمانة للشخص ان هو يدخل يضارب فيها ان السعر ده ممكن يبقى ثابت، بل على العكس في خلال العشر سنوات المنصرمة سعر هذه العملة الافتراضية حصل مرات كبيرة فيه ان هو ارتفع لغاية 20,000 دولار، وفجأة انهار ل 3,000 دولار وال 2000 دولار زي ما هو حصل في 2017، وانهارت يا فندم في 2020 في مارس 2020 لوصلت ل 5,000 دولار. فاذا المسألة ما فيش فيها اي سعر ثابت او اي حتى اسباب ثابتة تقولك ان السعر ده هيرتفع او هينخفض. حتى الان المضاربات اللي بتتم من خلال الدارك انترنت على هذه العملات هي عملية عشوائية. طب ليه دكتور بمن حضرتك اثرت هذه النقطة؟ ليه بيقال ان البيتكوين هي اصول امنة، ولو جينا قارناها مثلا الذهب اصل امن بيقال انه الذهب ده معدن ممكن يخلص او يعني ايا كان يعني المبررات وراء ذلك، ولكن تحديدا في فترة كورونا البيتكوين اسهمه عليت جدا بشكل كبير، وكان كبار رجال الاعمال بيقولوا ان ده اصل امن. شوف يا فندم، احنا هنرجع دلوقتي لنشأة العملة دي او الاعلان عنها في 2008، ان العملة دي النهاردة بقى لها 13 سنة وحتى الان لم تقرها اي دولة من دول العالم. حقيقي بعض الدول بتسمح باستبدالها، لكن كل دول العالم مش قادرة حتى النهاردة تحط لها تنظيم قانوني معين. الولايات المتحدة الامريكية بعض الولايات بتسمح باستبدالها، انما اغلب الولايات ما بتسمحش باستخدامها. الاتحاد الاوروبي في محكمة العدل الاوروبية اصدرت حكم في عام 2015 بعدم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها في بعض الدول، ولكن حتى الان بالرغم من مرور 13 سنة مفيش اي نظام قانوني بيحمي المتعاملين بالبيتكوين، بل على العكس في اشخاص كتير اشتكوا من ان هو حصلت عمليات سرقات ليهم على الدارك انترنت، وما كانش في اي جهة حكومية او اي سلطة قدرت انها تسترد هذه الاموال. فاي حاجة تانية بتتقال عشان الترويج للعملة دي يا فندم هي مجرد الهدف منها ان بعض حاملي هذه العملة بيحاولوا يروجوا للعملة عشان يرفعوا من قيمة تداولها في الاسواق. فالنهاردة دي لعبة تجارية عالمية من خلال بعض رجال الاعمال، هم النهاردة اللي بيساهموا في الترويج للشائعات الخاصة بيهم، زي ما حصل من ايلون ماسك في خلال الاسبوعين الماضيين وهو صاحب شركة تسلا او اكبر المساهمين في شركة تسلا. ولكن هذه مغامرة غير مأمونة. ان انا انصح المواطن بان هو يستثمر في هذه العملات الافتراضية اللي مش معروف النهاردة هي ايه اسباب ارتفاع قيمتها او حتى ايه اسباب انهيار قيمتها. انا النهاردة لما انصح مواطن ان هو يضارب في هذه العملة او يستثمر فيها كأن انا بضحي بامواله، وكأن انا بشكل مباشر بدعم الجريمة المنظمة. لان العملية عشان السادة المواطنين تبقى واضحة ليهم، لو حضرتك عايز تحول اموال انت قدامك البوابات البنكية. ايه اللي الدارك انترنت بيوفره لك عشان تحول اموال من خلاله؟ هو فقط ان انت الدارك انترنت فيه اخفاء للمعاملات، اخفاء لهوية المتعاملين، اخفاء لاصحاب المحافظ. الدارك ويبز هي في الفترة اللي فاتت حولت تحديدا في كورونا، حولت علشان تحافظ على اصول فلوسها، مش بس عشان التعاملات على الدارك ويبز او الانترنت المظلم.
يا فندم هذا غير مضمون ان هو اصل ثابت. طيب. هذه الفكره في حد ذاتها مختلف عليها، يعني ما اقدرش اقول هذه النقطه. بعتذر على المقاطعه، هروح باشمهندس مصطفى ابو جمره مره تانية. باشمهندس مصطفى، زي ما فهمت من حضرتك انه ده عالم موازي، بنتكلم عن متصفح مجهول، هل يمكن بشكل من اشكال السيطره على هذه المواقع ولا ده امر مستحيل؟ انا لا، ما ينفعش طبعا، بس انا عايز اعلق على الزميل. هي طبعا هي مغامرة شراء البيتكوين دلوقتي، لكن الكريبتو كارنسي او اللي هي سلاسل الكتل ككارنسي هي القادم. هي ميزتها ان هي شديدة الامان، بمعنى ان هي ما ينفعش حد يقدر يكسرها الا لو واحد ضيع الباسورد بتاعتها. لكن في نفس الوقت هي آنية، يعني بعمل الترانزاكشن بتحصل على طول، ومفيش اي مارجن بدفعه لبنك في تحويل او لجهه في ككوميشن. فبالتالي هي محبذه جدا، واظن ان الاقتصاد الرقمي القادم هيكون بيعتمد تماما على مثل هذه العمل العملات. وبعض الدول بدات تقننها، ولكن هي لسه في طفولتها. مش شرط ان البيتكوين ينجح، بس في دلوقتي كذا شركه بدات تصدر حاجات شبيهه بالبيتكوين، برضك سلاسل كتل بلوك تشين تكنولوجي، زي العمله المشفره يعني. عمله بالظبط، عمله مشفره تقدر ان بعد كده هو في الاقتصاد هيعتمد عليها، والبنوك هتضطر. هي طبعا الدول والبنوك لانها بتتربح من العمليات البنكيه مش عايزه ده يحصل، بالظبط زي ما حصل في التليفونات لما طلع الاي بي تليفوني، وزي من من البريد للبنك، يعني نفس الخطوه، انه ده يعني لانه فعلا طبعا هرجع في هذه النقطه لضيف الكريم دكتور احمد سعيد، ولكن في كثير من القراءات بتشير الى انه هذه العمله المشفره او البيتكوين او الشبيهه ليها ممكن تقضي على البنوك والفلوس الورقيه في المستقبل. يعني بالضبط، هتتحول الاقتصاد العالمي كله هيتحول لاقتصاد الكتروني. اما بالنسبه ما يتعلق للدارك ويب، دارك ويب خطيره جدا. في استحاله للسيطره عليها يا باشمهندس؟ لا، مستحيل ان انا اقدر اوصل. يعني في ناس ادعت ان هي قدرت تفك، وده بيحصل في يعني في حالات قليله جدا ان انا اقدر اتبع حد وامسكه، وده حصل لواحد كان عنده متجر اسمه سيلك رود، طريق الحرير، وكان بيبيع جامد جدا، والشرطه العالميه قعدت تتبعه سنين لغايه 2013 لما تم القبض عليه واتقفل، وفتحوا تاني وفتحوا تالت. في متاجر كتيره جدا موجوده على الدارك ويب بتبيع زي ما تفضل الزميل وقال انها بتبيع منتجات غير مشروعه، ولكن كمان بتستعملها المؤسسات في نقل بياناتها، لان هي صعب ان انا اعرف اسرق عليها ترافيك بتاع بيانات. فعايز اقول ان 90% من البيانات اللي بتتداول على الدارك ويب هي بيانات ما بين مكن وبعضه بيكلموا بعض او مؤسسات. خليني اسال حضرتك، ايه خطوره دي لو اي شخص بشكل هاوي مش خبير يعني دخل على الانترنت او الدارك ويب، غير سريه المعلومات والمساله الامنيه؟ دي بالظبط عامله زي ما تقولي انت رحتي في منطقه ما فيهاش اي حضور امني، وفيها مجرمين وفيها بلطجيه، فانت بتعرضي نفسك للخطر الشديد. بالذات لو انت عندك درايه كافيه باللي موجود ومش مامنه الجهاز بتاعك او الموبايل بتاعك. انا يعني بدعو الناس انها ما تحاولش خالص انها تخش المنطقه ديت، ملهاش لازمه، وما بيخشهاش اشخاص الا باغراض مش جيده. كل الاعمال اللي عليها غير مشروعه يا باشمهندس؟ لا، ما انا قلت لك ان بنستعملها في الداتا ما بين البيانات وماشين. البيانات وماشين، ماشين تو ماشين، اللي عملتها دول محترمه عشان تقدر انها توصل لفروعها ومؤسساتها في بلاد بعيده بدون ما حد يقدر يمسكها. لكن طبعا تم كالعاده تم التحوير يعني. خليني اتحول بسؤالي الان دكتور احمد سعيد. دكتور، 1.5 مليار دولار عوائد الانترنت المظلم في 2020 مقابل مليار و300 مليون في 2019، الارقام دي بتقول ايه عن نمو هذا الجانب الدارك ويبس والتعامل طبعا الاقتصادي عليه؟
أفندم هو نمو غير مسبوق، يعني في خلال آخر 3 سنين حاصل عملية ترويج شاملة للعملات الافتراضية وللتعامل من خلال الدارك ويب بطريقة ان هو فيه رغبة للتخلص من الرقابة الحكومية على مسألة تحويل الأموال لدعم الإرهاب وللجرائم المختلفة. هو ده الهدف من الدارك ويب وهدف المعاملات اللي بتتم من خلال العملات الافتراضية عليه. ففي خلال آخر 3 سنين طبعا في تنامي مستمر لعدد المتعاملين على الدارك ويب والعدد المستثمرين في العملات الافتراضية. ولكن أنا أتمنى أن أنا أتخذ الفرصة مع حضرتك، أنا عايز أميز للسادة المشاهدين ما بين عمليات التحويل الإلكتروني للأموال. يعني أنا لما حول الجنيه من المحفظة الإلكترونية بتاعتي لأي محفظة تانية جوه نفس الدولة أو لدولة أجنبية عشان أشتري منها حاجة، بحول جنيه أو بحول دولار، القيمة النهاردة متمثلة في قيمة الجنيه أو الدولار اللي بيشرف عليه بنك مركزي، تختلف تماما عن أن أنا بحول باستخدام بيتكوين اللي هو عبارة عن مجموعة من الشفرات الغير مقيم النهاردة تعدادها والغير معروف ان ثبات سعرها في المستقبل او نسبة التضخم اللي هتحصل من خلاله قد ايه، لان انت مش عارفة كام جهة تعدين على مستوى العالم بتشتغل إيه؟ عملية في منتهى الغموض. هذا الصعود للقيمة للبيتكوين يا فندم، هو اللي حصل في البداية كان هبوط، يعني هو في بداية موجة الأولى من كورونا في شهر مارس الماضي انخفض السعر بتاع البيتكوين إلى 5,000 دولار، يعني هو كان عند نقطة 19,000 دولار وانخفض إلى 5,000 دولار. وبعد ذلك حصل تحولات عدة بسبب انهيار أسواق البترول وبسبب لجوء الاستثمار العالمي لأفكار مختلفة وبسبب حملات الترويج اللي عملها مجموعة من رجال الأعمال اللي عندهم محافظ ضخمة من البيتكوين، بدأ الموضوع يجتذب فيها أكبر من الشباب وفيها أكبر من المواطنين اللي بظروف الكورونا كانوا قاعدين في بيوتهم وما كانش عندهم وسائل مختلفة للاستثمار، فبدأوا يتخذوا خطوات المغامرة للاستثمار في البيتكوين. لكن مفيش أي حاجة بتضمن إن السعر الموجود عليه البيتكوين النهاردة هيكون لاستثمار أو استمرار أو ثبات في المستقبل، مفيش أي جهة بتضمن ده ومفيش حتى أي مؤشرات بتأكد لك أو تقدر تحللي من خلالها السعر بعد شهر هيبقى كام. أنا مع طريقة التشفير زي ما معالي الدكتور كان بيتعلم. هل نقدر نقول ان العالم على شفا حرب اقتصاديه جديده بسبب الانترنت المظلم او الدارك ويبز او المبالغ اللي دلوقتي موجوده في عمليات التداول اللي بتحصل عليه، ولا ده امر مستبعد او مش وقته؟ يعني هذه الارقام ليست بالخطيره حتى الان. افندم بالفعل يا فندم احنا في حاله ثوره تكنولوجيه موجوده، الشركات التكنولوجيه النهارده اصبحت تدير مظاهر الحياه الجديده، الحياه الالكترونيه. يعني حضرتك بتكتشفي ان شركة تويتر او شركة فيسبوك قادرة انها تحجب صوت امريكا، تحجب صوت رئيس امريكا، فهي النهاردة اصبحت سلطة جديدة. زي ما النهاردة بقى فيه اشخاص ورجال اعمال بيتعاملوا في العملات المشفرة دي واصبحوا هم اصحاب سلطة جديدة زي سلطات البنوك المركزية، هم اللي بيجيبوا اجهزة وبيعملوا عمليات تعدين عشان يخلقوا الشفرات اللي بيستخدم منها هذه العملات الافتراضية. فأصبح النهاردة رجال الأعمال والشركات بتحارب الحكومات وبتحاول تنتزع منها السلطة في شكل سلطة إصدار هذه النقود الافتراضية زي سلطة التقييم، وإن هم يشوفوا مين صاحب حق عشان يقدر يعبر عن رأيه أو مين رأيه ده غير مفيد فيحجبوه. فالنهاردة في حرب شرسة ما بين ملوك التكنولوجيا وما بين أصحاب الشركات التكنولوجية الضخمة وما بين الحكومات. هذا صراع على السلطة، والمواطن النهاردة اللي بيستخدم السوشيال ميديا بنهم واللي بيستخدم الانترنت بنهم هو المعركة دايرة النهاردة على المواطن، مين اللي هيستحوذ على رأيه. أنا من رأيي مفيش حاجة هتحمي المواطن المصري إلا الوعي، إن احنا دايما نستمر في رسالتنا الإعلامية زي اللي حضرتك بتقومي بيه بالظبط، وإن احنا نحاول نشرح للناس ونفهمهم عشان هم يقدروا يقيموا خطورة المشكلة بأنفسهم، وهم اللي ما يدخلوش بنفسهم للدارك ويب وهم بنفسهم اللي يرفضوا
المضاربة في هذه العمرات الافتراضية الغير مضمونة. يعني أنا مع تكنولوجيا البلوك تشين كتكنولوجيا تشفير الكتل في الشمول المالي. فيعني أعتقد أنه بتبقى في قطاعات معينة يعني مسألة الرهان على البيتكوينز. فندم للأسف النهاردة في حملات يا فندم بتحاول تقول للناس أن البيتكوين ده هيرتفع ثمنه من 40,000 ل 45,000 في خلال أسابيع وبيحاولوا يكتذبوا الناس، ودي مسألة في غاية الخطورة احنا لازم من النهاردة نواجهها. يعني بنقطة لي باشمهندس مصطفى أبو جمرة، باشمهندس إلى أي مدى الأمر يعني كبير في الداخل المصري؟ هل هو رائج بين المستخدمين المصريين مسألة الدارك ويبز والبيتكوينز، ولا يعني مازال على استحياء هنا؟ باشمهندس مصطفى، إن هي ما اشتغلتش في موضوع ال البيتكوين او ما شابهها من بعد كده اهوت، لكن زي ما تفضل الزميل ما ينفعش حد يكون راس ماله صغير ويروح يغامر في البيتكوين. لو غامر هيغامر ب $100 ب $200 على الاقل. لكن اللي انا عايز اقوله ان الديجيتال سين كله، الانترنت كلها في حاله تغير مع التغير اللي حصل مع الكورونا ومع التغيرات السياسيه كمان والحروب المتوقعه. فاحنا النهارده بنشوف ايلون ماسك، وايلون ماسك راجل ذو تاثير عنيف جدا على التقنيات الحديثه القادمه. فالنهارده دعمه للبيتكوين هو بيدي رساله ان العملات المشفره الكتل السلاسل الكتليه قادمه وهتؤثر على العالم. النهارده هو كمان عمل موضوع الكلاب هاوس دوت، هو فليفر جديده للسوشيال ميديا، هو برضك دعمها عشان يحاول القوة الكبيرة جدا بتاع تويتر وفيسبوك بالأساس اللي هم مستحوذين على أكبر ماركت شير في العالم. وبيقدم كلاب هاوس بيقدم فليفر جديدة، طبخة جديدة للتواصل الاجتماعي، يمكن بتمتاز أهم حاجة فيها إن هي الاستماع للصوت. إحنا لما بنكتب نص تكست بيبقى فارغ من مشاعر كتيرة قوي بنقدر نعبر عليها بطريقة الكلام، بنبرة الصوت، بالتوناليتي بتاعت كلامنا. لكن مكتب نص فقط ما بيبقاش جيد التوصيل. هينجح الله اعلم. بس ايلون ماسك عاده، دي نقطه الاخيره، ايلون ماسك عاده يا باشمهندس يعني لو جاب سيره اي حاجه الاسهم يعني بتضرب في السماء. ف نعتقد انه ده امر ممكن نترقب ليه الكلاب هاوس المنصه الجديده. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس مصطفى ابو جمره خبير امن المعلومات، والدكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري الدولي بالجامعه البريطانيه، شكرا لكم على هذه او على وجودكم معنا. مشاهدينا الكرام انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، الى اللقاء.